اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، فقره التحليل الفني لمباراه الاهلي والهلال. خلوني ارحب بالزميل العزيز كريم سعيد. زك كريم ده كابتن اسلام. كل سنه وانت طيب. انت طيب يا كابتن رمضان كريم، وكل سنه وكل مصر طيبه وبخير، وربنا يعود الايام دي الجميله دي على الامه الاسلاميه كلها بخير ان شاء الله يا رب. ازيك يا ايمن؟ كل سنه وانت طيب. الاول طيب يا كابتن اسلام، كله كويس؟ كله بخير الحمد لله. الدنيا تمام الحمد لله. بكره ماتش مهم جدا. هناك البعض بيعتقد ان المباراه سهله يا كريم. لا طبعا ماتش مش سهل خالص، خصوصا طبعا يعني الحاله للاصدقاء والاشقاء في الهلال السوداني، يعني بيخلوا الدنيا متوتره بعض الشيء. المطالبه بوجود فار رغم ان دور المجموعات منذ البدايه ما تلعبش ولا ماتش من الخمسه اللي فاتوا، ولا شفنا حد طالب بفار في الخمس ماتشات اللي فاتوا. فجاه يعني شفنا كل واحد حقه ان هو يطلب اللي هو عايزه. طبعا احنا على فكره احنا لو في فار في ماتش سان داونز هنا والنبي احنا نستفيد. والله احنا والله العظيم يعني على الاقل انا ده اللي انا فاكره اللي بيجي في دماغي على طول. دايما احنا دايما يا كابتن اسلام بنطالب، بس انا بتكلم حته ايه، احب دايما ان احنا ناخد الامور في نصابها. يعني احنا مع بعيد عن الرياضه، اللي يكسب يكسب والله واللي يخسر يخسر، لازم دايما نحافظ على علاقاتنا ببعض. والكلام برضو لما يطلع يبقى دايما انت واخد بالك ان الكلام فيه طرف اخر هيستقبله ازاي. فاحنا طبعا بنرحب بنادي الهلال ومفيش مشكله خالص. احنا من سنتين يعني خرجناهم من دور المجموعات في المباراه الاخيره، ربما كان الامر ده يعني كان صعب شويه. خلي بالك طبيعي جدا ان الكل يبقى عايز يكسب النادي الاهلي بطل افريقيا دايما. انا كنت بقولها كلمه يا كريم اللي هو بنزود الجيل. ايوه والله ما بهزر. انا ايام ما كنت بلعب في نادي ضد اي نادي كنت بلعب فيه ضد الاهلي كنت بحط جل زياده عشان التلفزيون هيجي عليا كتير، خصوصا انا بلعب على الجنب. يعني انا بتكلم على نفسي عشان برضو ما حدش يقول لي انت بتقول على مش عارف ايه، انا بتكلم على نفسي اهو. فيعني بتحصل في كل الناس، وده الطبيعي ان البطل دايما البطل دايما بيبقى البطل دايما بيبقى عايز يعني طبعًا. الناس كلها عايزه تكسبه، الناس كلها عايزه توصل ان هي تكسبه، وده حق طبيعي أكيد. ولكل الفرق اكيد. نادي الهلال طبعا هو عنده فرصه وحيده ان هو يعني يتفوق بالظبط مباراه الغد، دي الفرصه الوحيده اللي عايز يكسب. وبعد خلاص مع يعني سان داونز يعني خلص المجموعه النهارده بال 16 نقطه، مبروك ليهم طبعا الصداره. ده رقم كبير برضه. طبعا طبعا سان داونز السنه دي تعادل واحد حاجه كبيره جدا يعني، وفرقه ماشيه بشكل كويس يعني بصراحه. احنا طبعا ان شاء الله باذن واحد احد. لا ماتش مش سهل خالص، مباراه صعبه، وكمان صعوبتها بقى هنتكلم خلال طبعا الفقره بتاعتنا ان في امور برضو خاصه اعتقد يا كابتن اسلام بالتغذيه واسلوب الاكل في بدايه رمضان، لازم اللعيبه تاخد بالها قوي قوي. يعني صعوبه الماتش ده في وجهه نظري كمان بعيده عن الاحمال وعن الفنيات، وطبعا تاثرنا بخروج المنتخب واللعيبه الدوليه اللي راجعين لنا، لكن برضو مهم جدا جدا الشيفتنج اللي بيحصل عند اللعيبه والرياضيين في اول كام يوم من رمضان، خصوصا طبعا انت بتعمل فتره صيام. هو كان واضح كمان النهارده على محمد صلاح وماني في مليون في مباراة ليفربول يعني. نعم. بمناسبه بس ده طبيعي، احنا خلي بالك بيبقى اول يوم يومين. نعم. بعد كده بتبقى الدنيا طبيعيه جدا.